رايح لك انت بقى في الموضوع التقيل. انا حاسس من الاول انا بعرف اقرا الشخص. المكافآت كانت 100,000 ولا 150,000 جنيه بصراحه؟ بصراحه السؤال ده تساله ما تخافيش من الحسد لكابتن وائل. لا ما تخافيش من الحسد. قولي لي مثلا يعني قولي لي مثلا هم كانوا حوالي 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ 70,000 جنيه. انزل شويه. لا بصي هو انت ممكن الا 97. الا 97 شوف جاوبت يعني هي انا كنت سمعت امبارح مره اللي طلعت اللي خط 100,000 الا 7 نعم مثلا شوف ال لا استنى انا حسبتها غلط. ايوه انت بتقولي 100,000 الا 97. اتمنى بس 97. لا لا الا 97 يعني انت هتنزل تحت مش انت يعني 3000 جنيه يعني هو بيبقى في بس هو في الرينج ده. ايوه يعني انتوا يعني انت ما هو برده مكافاه مش لا هو في الكره النهائيه بنتمنى ان الموضوع ده يتغير يعني 3000 جنيه دول تعملوا بيها حاجات كتيره قوي. ما اعرفش بس هو ممكن تتغير مع الوقت يعني احنا عايزين كل الحاجات دي يعني خلاص في تطور. ايوه صح فالاسعار خلاص دلوقتي الدنيا بقت مختلفه خلاص. انا كنت لسه بتكلم في القصه دي انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى قرار ان المكافآت كلها اتغيرت بتاعت الرياضيين وفعلا وزاره الشباب والرياضه علت المكافآت يعني جدا. كنت لسه بتكلم انا لسه بكلمهم بقول لهم انا هروح العب لعبه فرديه عشان مكافاه 1,000,000 جنيه. برافو. طب دي نقطه مهمه جدا بس